السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وتحياتي لكم، اهلا وسهلا بكم، معكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق، شرف لي الكبير. اخواني الاعزاء، خلينا اليوم مع القاعدة العاشرة واللي هي طبعا مستمرة. قاعدة العاشرة تقول انه مقام البيات ايضا يبدي من الري وينتهي بالري، لكن ياخذ علامة خافضة وعلامة ثلاثة ارباع اللي هي الكار بيمول، اللي هي سي بيمول مي كار بيمول، ويبدي من الري وينتهي في الري. عندي ثلاث انواع من الدورات الموسيقية، اللي هي الدورة اونلاين مباشرة وياي ويوم في المنصور، وعندي انا اذهب الى بيت الطالب، موجود الواتساب اسفل الفيديو. اهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم والشرف اللي هي الكبير. خلينا نبدي بالبيات. البيات راح يكون عندنا خلنا ناخذ بالريش مي باو، المي نابي مول، المي كار راح يكون تقدم لنا، يعني مو هذا مي طبيعي، هذا مي طبيعي هو قبل ري مي فا صول لا سي دو ري ري دو سي لا صول فا مي ري. هذا خذت شوي دشت فتش تسوي، بديت بالسلم مي كار فا صول لا سي بيمول دو ري ري دو سي لا صول فا مي ري مي ري. اوكي بديت، ايش راح اسوي؟ مي مي فا صول لا سي لا صول لا صول فا صول فا مي ري مي فا صول لا سي دو ري دو سي لا سي لا صول فا هذا عندكم مقام البيات، وشرف لي الكبير، واللي يريد يحط انه يشترك بالدورات الموسيقيه ويتعلم العود الجميل الرائع، انا حاضر وشرف لي الكبير. واهلا وسهلا بكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك ورقم واتساب اسفل الفيديو. تحياتكم ومع السلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.